الشحان انساها العادية. قرروا مجلس القضاء الأعلى أنه بده يشوفوا أحط له قاضي رديف، مش من مصلحة القضية تعيتنا القاضي الرديف. أولا القاضي الرديف هو بده يطلع الموقوفين، ثانيا بده ينهوا الملف وبده يشيلوا الملف من إيد القاضي بيطار. يعني بيجربوا يعملوا شيء هن بعكس القانون، وبالنسبة نحن لقلنا هيدا الشيء ما رح يصير لو شو ما كلفتنا. ما حدا بيكون محل القاضي بيطار، هو القاضي ما بيطار، هو سيد ملفه. نحن جايين نقولكم إذا بدكم تعينوا قاضي رديف وتطلعوا الموقوفين، طلعوا أولادنا من تحت التراب، بس تطلعوا أولادنا من تحت التراب بتعينوا قاضي رديف. عودي قتلة ومطلوب محاكمتهم، وين كيف أنا ما بعرف، إذا في استحالة إن الواحد يحاكمهم بهالبلد، فخلينا نشوف بأي محل بالعالم فينا نحاكمهم. بدنا نعرف مين قتلنا ولنا والمجرم يتحاسب. نبيه بري عم يحمي غيزز عايتير وعلي حسن خليل، ومرشح رئيس الجمهورية سليمان فرنجية عم يحمي ليوسف فنيانوس، والمفتي مع احترامنا له غطاهم للمشنوق. ما عم نطلب طلب تعجيزي، عم نطلب الحقيقة والمحاسبة، أكثر من هيك مش طالبين.